اهلا وسهلا بكم احبه المشاهدين بالساعه الثانيه من التغطيه المستمره عبر قناه الايام الفضائيه حول موضوع الانتخابات الرئاسيه في ايران، اللي قلنا لولا استشهاد السيد ابراهيم رئيسي رحمه الله لكانت الانتخابات في ربيع 2025، ولكن الظروف حتمت اليوم على الجمهوريه الاسلاميه ان تعجل بالانتخابات الرئاسيه. تحدثنا بالتغطية الساعة الخامسة عن نظام الانتخابات وعن حظوظ المرشحين، نكمل اليوم وندخل أيضا بتفاصيل هذه الانتخابات المهمة اللي تأتي. هذه الانتخابات في زمن حقيقة وفي وقت الشرق الأوسط، المنطقة عموما بحالة توتر كبيرة جدا بمختلف اليوم الاتجاهات والدول. طبعا أحبة المشاهدين، نرحب أكيد بالأستاذ كامل الكناني الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي. حياك الله، أهلا بك أستاذ. شكرا لك. الله. وأيضا الدكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بك. ونرحب عبر الإسكايب من العاصمة الإيرانية طهران بالأستاذ سعيد شارودي المختص بالشأن الإيراني، أهلا وسهلا بك أستاذ. تحية طيبة لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين. فقط لو تسمح تصحيح بسيط، سعيد. نعم. شاوردي. نعم، نتشرف بك أستاذ. طبعا أحبة المشاهدين، أبدأ مع الأستاذ كامل الكنان. أستاذ كامل، انتخابات في وقت حساس، في وقت أن المنطقة حرب ظالمة وقاسية من الكيان الصهيوني على غزة، تهديدات مستمرة على لبنان، وهذه تمثل هذه الدول تمثل محور المقاومة. نتكلم اليوم على فلسطين وعلى لبنان، ونعرف من هو قلب هذا المحور ومحور المقاومة هي الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى انتخابات أمريكية مرتقبة وصعود أسهم المجرم ترامب مثل ما شاهدنا واستمعنا أمس بالمناظرة. كيف اليوم تؤثر هذه الأحداث على الانتخابات الإيرانية عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا جمهورك الكريم وضيفك العزيز الدكتور صالح ودكتور سعيد من بهران الصديق الذي شاركنا في الكثير من البرامج. بالحقيقة الجمهورية الإسلامية كانت محور في الكثير من الانعطافات الحادة والحالات المغلقة في المنطقة والتصعيدات الخطيرة، وكانت دائما الجمهورية تشكل رأس رمح في مواجهة محور الهيمنة الغربي، محور الجرائم الصهيونية. وهذا يضفي على الانتخابات ليس فقط أهمية وإنما حساسية أكثر، بسبب أن شخصية الرئيس في النظام الجمهوري الإسلامي، ولو هو شخصية غير حاسمة، هو ليس لوحده في إدارة شؤون البلد مؤسسات، ولكنه يؤثر تأثير كبير من خلال اختياراته للوزراء، من خلال مجلس الأمن القومي، من خلال الموازنة التي ترسم، ومن خلال قضيتين أساسيتين، طريقته في معالجة الأزمة الاقتصادية وطريقته في معالجة ملف العلاقات الخارجية، اللي هن أكثر ملفين بهن حساسية في الساحة الإيرانية. ما جرى فعلا من الناحية الواقعية قبل الشروع بالانتخابات هو انتصار للدولة الإيرانية، هو تأكيد على مؤسسية الدولة الإيرانية. يعني حينما يعين رئيس خلال ساعات بدل الرئيس الراحل، وحينما تقرر الجهة التي تشرف على تشريع وتقرير وقت الانتخابات خلال أيام قليلة تحدد موعد للانتخابات، وخلال أقل من شهرين تجري عملية الانتخابات بأكثر من 60,000 مركز اقتراع في إيران وفي خارجه، هذا دليل على أن قدرة الدولة قدرة مستقرة هادئة لا تهزها العواصف السياسية والأمنية التي ربما تطيح. هي قوة الدولة ونظامها، أو نقدر نقول أن الدستور الإيراني ما بيثغره. هو الدولة، هو الدستور جزء من الدولة، الجزء أساسي، الركن الأساسي اللي تقوى به الدولة هو مجموع التشريعات الدستور ومجموع القوانين اللي يشرحها. إيران بلد مستقر من الناحية المؤسسات حاكمة ومؤثرة، ومثلا لجنة قبول المرشحين ودراسة ملفاتهم وتقييم خلال أيام قليلة تقوم بهذا العمل. ذاك اليوم جماعتنا تحدثوا عن انتخابات مبكرة، 4-5 من مسؤولي المفوضية قالوا إرادنا 6 أشهر حتى نعد للانتخابات. رئيس مجلس النواب ما فإحنا يعني هذا مثال، ولا هو يعني المقارنة بين العراق وإيران يصير بظلم للطرفين يعني. نعم. بس على كل حال
حتى سعة المشاركة الجماهيرية يعني التي إن شاء الله تعالى ستعلن أرقامها قريبا تنبيك أن هذا النظام أقوى بكثير مما يتصوره الأعداء، ويمتلك عناصر قوة وعناصر رصانة وولاء جماهيري يعني يحسم في حالة الملفات حينما يحاول البعض أن يصور أن هذا النظام بدأ يتآكل، بدأ يضعف. نعم سيد كامل، عذراً أنه ممكن أيضاً تفهم أنه نتدخل بصورة مباشرة اليوم بالشأن الإيراني الداخلي، شخصيات يعني مثل لاريجاني ومحمود أحمد نجاد شخصيات مهمة كانت بمناصب حساسة ورئيسية كمحمود أحمد نجاد كرئيس جمهورية، لماذا رفض ترشيحهم؟ ما هي المعايير؟ في أحد المرات تم رفض الشيخ رفسنجاني في انتخابات كان كان مرشح لرئاسة الجمهورية. قالوا له شيخنا أنت عمرك كبير ما يسمح، يعني وضعك الصحي والبدني، منصب رئاسة الجمهورية يراد له 12 إلى 15 ساعة عمل، أنت ما تقدر، أنت هاي سنواتك الأخيرة كنت تعمل لساعتين أو 3 ساعات وتذهب تستريح بالبيت. نعم. الجمهورية الإسلامية مجلس صيانة الدستور الجهة الرسمية المعنية بالتقييمات لا تجامل ولا تحسب حساب أنك كنت مسؤول كبير في يوم من الأيام. كنت مسؤول كبير، أنت متصدي بحكم ذاك الوقت اللي أنت كنت مسؤول، اليوم غير شكل. بعض التقييمات تدخل تقييمات طارئة، تدخل تقييمات جديدة، مثلا مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية تنتقل عائلته إلى دولة غربية، القوانين تمنع أن يرشح إلى منصب على أسرار الدولة، القانون يمنع حتى لو هو شخص رصين ومقبول وعائلته رصينة ومقبولة، مجرد سكنه في دولة غربية وأعتقد محددهم فرنسا بريطانيا أمريكا كذا، يعني يمنع من يعطى رأي سلبي في ترشحه لمنصب حساس في الدولة. فإذا توجد مجموعة من التقييمات، مجلس المعايير الخاصة، مجلس صيانة الدستور مؤسسة قانونية ومؤسسة دينية، نعم، فيه 6 مجتهدين وفيه 6 خبراء قانون يناقشون القوانين بلحاظ انطباقها مع المصلحة الإسلامية ومع المصلحة النظام مصلحة الدولة. ما مثل هكذا مؤسسة رصينة لا أعتقد يخرج منها قرار يعني ضعيف. ثم أن عدد المرشحين الكبير يسمح يعني فرشة الاختيارات تكون واسعة، وعدد مرشحين 6 أو 5 أو 4 عدد جيد، يعني ليس هنالك حصر في ذوق معين، إضافة إلى تنوع اختصاصات، فد واحد إصلاحي، فد واحد محافظ، فد واحد معتدل، فد واحد كان إصلاحي صاير غير شكل، فد واحد كان محافظ مسوي له حركة إصلاحية، فد واحد متخصص حوزة ودراسات دينية، فد واحد دكتور وكذا، فد واحد، هذا التنوع يعطي كفاية للمرشحين. نعم، ليس بالضرورة أن يتم الموافقة على الجميع. أنتقل للدكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية، نرحب بك جديد دكتور. دكتور اكو نقطة يعني ايضا احب انه اسال عليها، هي موضوع الانسحابات قبل ساعات من الانتخابات، مرشحين 2 انسحبوا، هل انه مؤمنين ان حظوظهم قليلة بهذه الانتخابات او لا، ممكن انه بسبب انه دعم التيار المحافظ او الاصولي مثلا؟ نعم، اولا تحية لك ولضيفك الكريم، بالتاكيد يعني ذكر ضيفك الكريم الحقين، دولة إيران دولة مؤسسات رصينة، وهي حقيقة حتى يعني تاريخيا منذ 1906 يوجد برلمان في إيران، يعني عندما كانت لا توجد دول، وبالتالي يعني ما بعد الثورة الإسلامية بال79 بدأ النظام الرئاسي بانتخاب رئيس جمهورية، وهذا الرئيس الجمهورية هو أبو الحسن البني صدر، سنة واحدة من 81 تم إقالته من قبل مجلس النواب. إذن هناك رقابة يعني مثل ما تفضل الأستاذ كبيرة جدا في حالة على سبيل المثال يوجد يعني خلل أو يوجد تقصير في البرنامج الحكومي المعد من قبل الرئيس، وبالتالي إقالته من مجلس الشورى. هذه حقيقة يعطي انطباع لمن يترشح لرئاسة إيران أنه يعني وراه الكثير من الفلاتر، وبالتالي لا يستطيع حقا النفاذ إذا كان لديهم على سبيل المثال قرار خارج نطاق الجانب العقائدي والجانب السياسي ومبادئ الثورة الخمينية التي يتبناها يعني ومسيرة الآن السيد الخامنئي، وبالتالي إذن هنالك منهج عقائدي ديني ويتبعه منهج سياسي إصلاحي أيضا ديني له ثوابت، وبالتالي لا يمكن أن يتخطاه الجميع مهما كان أو من يصل إلى الرئاسة. هذا جانب. الجانب المهم جدا من يصل إلى الرئاسة مثل ما يعني تفضل زميلي، أنا أبدأ حقيقة في البداية، أنه رئيس الجمهورية ليس يعني كامل الصلاحيات، هناك صلاحيات أعلى وهي صلاحيات يعني المرشد الأعلى، وبالتالي القرار يعني
صحيح هو لديه يعني فسحة في الجانب التنفيذي، ولكن أيضا لا يستطيع حقيقة أن يمر هذا الجانب التنفيذي في قرار مخالف لمجلس الشورى الإيراني، وبالتالي ممكن أن يرفض القرار بسهولة. إذن من يصل إلى الرئاسة الإيرانية هو حقيقة واصل إلى مرحلة من الرقي السياسي والأخلاقي وأيضا المهني، حتى يستطيع أن يدير بلاد كبيرة جدا لديها جانب إقليمي كبير وتأثير في السياسة الدولية وعليها حقيقة إشكالات من قبل الدول العظمى. وبالتالي من يصل إلى الرئاسة من جميع المرشحين الأربعة اللي موجودين، نعم، أعتقد هو يستحق أن يصل. ولكن نعم فضل دكتور، بالظروف الحالية الوضع الداخلي في إيران أو الوضع الإقليمي أو حتى الدولي، الأفضل لإيران شخصية إصلاحية أم محافظة؟ سأجيبك من وجهة نظري. نعم وجهة نظري أكيد. نعم. بالتأكيد إصلاحي، وأنا أتمنى أن يكون مسعود بسكيان، وهذا ليس يعني دعاية له من العراق، ولكن الأول أن هو طبيب متخصص وسبق وأن نجح كان وزير صحة، ومن الممكن أن يكون حقا رئيس جمهورية. لديه أفكار وسطية ولديه مقبولية أيضا في الجانب الديني والعقائدي، وأيضا عمل بمهنية وقريب أيضا من خط الشباب حاليا. لديه حقيقة جانب من إلى تصريح مثير للجدل أنه يتمنى أنه إذا كان رئيس جمهورية ستكون هناك علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيف أو رفع العقوبات. هناك لقاء تكلم الإمام الخامنئي قبل 3 أيام، قال انتقد بعض السياسيين الإيرانيين الذين يعتقدون أن الحل والتقدم يجب أن يكون من خلال التحاور مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم هذا هو حقيقة. عندما تدخل، أنا دخلت مرة بالانتخابات، عندما تدخل في مرحلة الانتخابات تحاول يعني ماذا يريد الجمهور حتى تحصل على الأصوات. عندما تصل إلى السلطة أكيد ستصطدم بما قلنا، بما موجود من فلاتر. نعم. سلطة تراقب سلطة أخرى. نعم. سلطة. ولكن يريد أن يحصل على أصوات، بالتالي الناخب الإيراني الآن، أنا أتحدث بصراحة جدا يعني، محتاج إصلاح اقتصادي فقط، ليس له يعني ليس له ناقة في الجانب السياسي وليس له ناقة في العلاقات الدولية. أعطيني جانب اقتصادي، لأن الشعب الآن متضرر 40 سنة حصار، يعني من تقريبا من الثمانينات، يعني من الحرب العراقية الإيرانية لحد هذه اللحظة هو حصار على إيران، وبالتالي الشعب بدأ مرحلة حقيقة أنه يجب أن يتخلص من الضيقة المالية. كيف يتخلص؟ في برنامج حكومي إصلاحي اقتصادي ومن ثم سياسي، وليس سياسي اقتصادي، لا، الاقتصاد أولا. أنا أعتقد أنه لو وصل للرئيس يعني الإيراني المرتقب سواء كان إصلاحي أو غير إصلاحي بغض النظر، ووصل ترامب إلى السلطة، باعتبار حظوظ ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أكثر. نعم. إذا وصل السلطة ترامب لديه صفقات اقتصادية فقط وليس لديه مشاريع في الشرق الأوسط، عكس ما موجود اللي هو جوزيف بايدن. يعني ترامب لو نرجع عليه، ولو إحنا ما رد نبتدى الانتخابات الإيرانية، ترامب هو اللي وقع على القدس عاصمة إسرائيل، ترامب عنده مشروع كبير جدا، صفقة القرن وغيره، أيضا لديه مشاريع. بغض النظر، نعم، ممكن أن يتراجع اقتصاديا، ممكن أن يعقد صفقة، لديه كتاب اسمه، وأنا يعني هواي قريت عن تاريخ ترامب حقيقة في فترة رئاسته الأولى، ولديه كتاب اسمه كتاب يعني عقد الصفقة وكيفية الحصول على المال. جاء وضغط على السعودية وحصل على ما حصل، وكانت أكبر غزوة اقتصادية في تاريخ الشرق الأوسط، 400 مليار. نعم. وضغط على العراق وحتى على العراقيين، ودفعوا الثمن غالي بعض الساسة العراقيين حتى يعني يبعد والخطر عنه، أنا أتحدث بصراحة ويعني أبد جدا. وأيضا حقيقة قال في وقته من الممكن أتفاوض مع إيران، وهذا هذه حقيقة هذه المفردة تستطيع إيران، ليس مثل العراق تستثمرها. نعم تستثمرها اقتصاديا، لو في هذه قوة إيران الآن السياسية وتأثيرها الإقليمي، وأن تكون لها بحبوحة من الأمل في جانب اقتصادي. نعم. برفع يعني الحصار عليها ولو جزئيا، ستتحول إلى دولة. نعم. كبيرة جدا، أكثر من موجودها حاليا في محيطها الإقليمي. نعم. نعم. انتقل الآن، تأخرنا على الضيف من طهران الأستاذ سعيد شاوردي. أهلا وسهلا بك أستاذ سعيد. حياك الله، مرحبا، تحية طيبة مرة أخرى لك وضيوفك وجميع المشاهدين. أستاذ سعيد، التأقرب إلى الحدث الآن، لو نتحدث على نسب المشاركة، مثل ما نعرف أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة هي الانتخابات الأقل مشاركة، تقريبا 48 إلى 49%، إلى الآن لم تظهر نتائج أولية، أرقام أولية حول نسب المشاركة.
لا طبعا، هي نسبة المشاركة إذا ما أردنا أن تكون دقيقة فينبغي علينا أن نتريث حتى تنتهي عملية الانتخابات وتغلق يعني صناديق الاقتراع. ومثل ما تفضلت يعني تم تمديد الفترة لساعتين، وأتصور أن عملية الاقتراع ستستمر حتى الساعة 12 ليلا، علما أن يعني هو كان مقرر أن تنتهي في 6 مساء. فهذا يدل على نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات. الانتخابات التي أشرت حضرتك لها نسبة حوالي 48-49%، تمت مقاطعتها يعني بشكل كبير من قبل الإصلاحيين، ولكن على عكس تلك الانتخابات هذه المرة رموز الإصلاحيين كلهم دعوا أنصارهم لأن يشاركوا في الانتخابات، وهم شاركوا في هذه الانتخابات منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع. فأتصور يعني النسبة ستكون نسبة المشاركة مقبولة وعالية، بالرغم من أنه طبعا كان يعني أن تكون نسبة المشاركة أكبر من هذه النسبة التي سنحصل عليها لو أتصور يعني كانت عملية الانتخابات قد جرت في موعدها وهو العام القادم. نعم بكل تأكيد يعني المرشحين لم يكونوا مستعدين لخوض هذه الانتخابات بهذه السرعة، وكان يخططوا يعني منذ بعد أشهر حتى يبدأوا عملهم رويدا رويدا لأن يخوضوا الانتخابات التي كان من المفترض أنها ستجرى العام القادم. ولكن نعم حدث ما حدث وحصلت الانتخابات خلال هذه الفترة. بكل تأكيد كان بإمكان المرشحين أن يقدموا برامج أكثر وضوحا ويعملوا على يعني على أنصارهم من أجل أن يشاركوا أو يقنعوهم بالبرامج التي يقدموها. فكل ذلك لو كان في موعدها أنا أتصور المشاركة كانت كبيرة جدا. ولكن الآن أيضا نعم أتصور المشاركة مقبولة، والكل اليوم لديه آمال كبيرة، الإصلاحيين والمحافظين، أنه هو من سيكون الفائز في هذه الانتخابات، بالرغم من أنه يعني كان هناك كلام عن أن سعيد جليلي كان من المفترض أن ينسحب بالأمس، ولكن لم ينسحب وقرر أن يخوض الانتخابات، وهذا ما عقد الانتخابات. ينسحب لصالح من؟ إلى حد ما أستاذ سعيد، ينسحب لصالح من لو انسحب الأمس؟ طبعا في الانتخابات السابقة التي فاز فيها الشهيد إبراهيم رئيسي انسحب محمد باقر قالي لصالح الرئيس إبراهيم رئيسي، هذا ما مهد فوز الرئيس إبراهيم رئيسي، لأن الأصوات تجمعت كلها في معسكر المحافظين لصالح الرئيس إبراهيم رئيسي. اليوم يعني حصل نوع من التشتت في معسكر المحافظين، هناك أعتقد يمكن أن نقول 50% من الأصوات ستذهب إلى سعيد جليلي و50% ستذهب إلى محمد باقر غالي باف. يعني هذه النسبة إما أن تكون 50% لهذا و50% لذلك، أو هي يعني مثلا 48-52. فإذا هذا سيؤثر على حظوظ المحافظين، لا أقول أنهم سيخسرون الانتخابات، ولكن كان هناك اعتقاد أن المحافظين سيفوزون في الانتخابات من الجولة الأولى، ولكن الآن هو الكلام الدائر عن أن الانتخابات من المحتمل جدا أنها ستنتقل إلى جولة أخرى، وستكون منافسة بين سعيد جليلي أو محمد باقر قاليباف من جهة، وبين مسعود بزشكيان من جهة أخرى. طبعا هذا أيضا وهذه القضية وجهت انتقادات للمحافظين من قبل أنصارهم، بسبب فقط سأجيب على سؤال حضرتك، تفضل، بسبب أنهم لم يتمكنوا في الساعات الأخيرة من أن يتفقوا على مرشح واحد، وقرروا أن يخوضوا الانتخابات بمرشحين.
فهذه الانتخابات من أنصارهم قالت لهم أنكم تعرضون الفوز إلى خطر، وأنكم بهذا رفعتم من حظوظ الإصلاحيين أن يفوزوا في الانتخابات. كان من المفترض عليكم أن يعني تتنازلوا لمصلحة التيار المحافظ نعم. بشكل عام وليس لشخصية معينة، ولكن هذا لم يحصل. وأتصور يعني كما قلت لا زال هناك وقت لأن يعملوا على المزيد حتى يختبروا حظوظهم في هذه الانتخابات. فقط نقطة لو تسمح، يعني الإصلاحيين دائما عندما تكون الانتخابات تنتقل إلى الجولة الثانية يشاركون بنسبة أكثر من النسبة أو المشاركة التي شاركوا فيها في الجولة الأولى، وهذا ما يعني يرفع من حظوظهم بشكل كبير للفوز. وعلى كل حال يعني لحد الآن لا نعلم من هو الذي سيفوز، وهذا نعم دليل على أن عملية الانتخابات هي شفافة ولا أحد يتحكم بها إلا الشارع الإيراني هو من يرسم الفوز لهذا أو لذلك. نعم أستاذ سعيد. طبعاً أحبة المشاهدين الآن سنتحدث عن الكثير من التفاصيل حول الأرقام التي وصلت إلى الإعلام، إن كان الإعلام الإيراني داخلياً أو حتى الإعلام اليوم الخارجي الأجنبي أو حتى المحلي الإقليمي. 4 مرشحين مهمين جداً، رجل دين واحد وهو مصطفى بور محمدي. اليوم نتكلم على هذه الشخصية، تقريباً الشخصية الأكثر اليوم مراهنة على الفوز بهذه الانتخابات بحسب الإحصائيات، أنه تقريبا حسب بعض المراكز الدراسات الإيرانية سيحصل فقط على 2% من أصوات الناخبين الإيرانيين. 61 مليون إيراني لهم الحق بالتوجه إلى مراكز الاقتراع من أصل 85 مليون مواطن إيراني. طبعا مسعود بازشكيان هو الإصلاح الوحيد ولديه حظوظ كبيرة جدا. الآن الأرقام التي تظهر على الساحة الإعلامية أنه تقريبا ضمن وجوده في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية. شخصين يتنافسون أو مرشحين يتنافسون على أنه من سيلتحق بالأستاذ مسعود للجولة الثانية. لدينا محمد باخر غاليباف وأيضا سعيد جليلي، اسمين مهمين جدا. الأرقام، بعض الأرقام التي تشير أنه تقريبا إلى الآن سعيد جليلي هو في المركز الثاني في هذه الانتخابات وله الحق بالمشاركة بالجولة الثانية، لأن النظام في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يتكلم على أن الفائز الأول يجب أن يحصل على 50% من الأصوات زائدا لصوت واحد. أغلب الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحل إلى جولة ثانية لصعوبة أن مرشح واحد يكون نسبة النصف زائد الصوت الواحد. شهدت انسحابات كثيرة هذه الانتخابات، هناك انتقادات طالت المعسكر المحافظين بسبب العدد الكبير من المرشحين، واليوم الإصلاحيين دخلوا بمرشح واحد الذي تقريبا ضمن وجوده في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. الجولة الثانية ستكون جولة قوية جدا. إلى الآن لا يوجد شيء رسمي أن هناك جولة ثانية 100%، ولكن حسب الأرقام التي بدأت تخرج إلى الإعلام المحلي في الجمهورية الإسلامية وحتى الإقليمي والعالمي، مثل ما قلنا أكثر من 80 شخص قدم أوراق ترشحه إلى مجلس صيانة الدستور، ولكن اختار 6 أشخاص، 2 انسحبوا. بقت هذه 4 الأسماء المهمة جدا. اليوم نتكلم عن مسعود بازشكيان، هو الشخصية الإصلاحية الوحيدة وشخصية أي لديه بعض المناصب المهمة. سعيد جليلي هذا الشخصية كبير المفاوضين النوويين، اليوم الناخب الإيراني الذي يفكر بالمفاوضات النووية قد يتجه اليوم مزاجه السياسي مزاجه الانتخابي إلى سعيد جليلي. محمد باقر قاليباف هذا الذي لديه موقف حقيقة موقف كبير جدا اتجاه المعسكر المحافظين الذي انسحب من أجل الشهيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية السابق الذي استشهد بحادث الطائرة. هل ستكون لديه الفرصة بعد هذا الانسحاب لكي يكون رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
صناديق الاقتراع في طهران والمحافظات الإيرانية هي التي ستحدد من الرئيس القادم. أحبة المشاهدين تغطيتنا مستمرة، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، مكملين حلقتنا وتغطيتنا الخاصة حول الانتخابات الإيرانية لهذا اليوم. أنتقل وأعود الأستاذ كامل الكنان. أستاذ كامل، الانسحابات الأخيرة قبل ساعات، هل اليوم نعتبر أن هناك عدم حماس من معسكر الإصلاحيين بهذه الانتخابات، فرشح شخصية واحدة أو قبلت من مجلس صيانة الدستور، أو نستطيع أن هذا تكتيك أو خطة من الإصلاحيين بدخول بمرشح واحد لحصد أصوات وعدم تشتيت الأصوات بين المرشحين؟ يعني حتى ننطي رأي بحقيقة ما جرى، يجب أن نمتلك تصور كامل عن مجموع التجارب الانتخابية اللي صار بها انسحاب. في دورة حسن روحاني فاز لأنه الإصلاحيين انسحبوا مرافقي، والمحافظين لم ينسحبوا، كان ولايتي وكان قاليباف أيضا كانوا مرشحين، نعم، وحصلوا على أصوات أكثر من الأصوات اللي حصل عليها روحاني، ولكن بسبب تعدد خياراتهم فاز المرشح الإصلاحي. هذه قضية الانسحاب وتقديم مرشح واحد بها جنبة سياسية، نعم، وبها ضرر سياسي. الجنبة السياسية أن تكون الأصوات مركزة على شخصية إصلاحية واحدة، ولكن من الناحية الواقعية التيار الإصلاحي ليس حزب واحد، صح، هو مجموعة من القوى السياسية، نعم، المتعددة، وبالتالي كثرة المرشحين تسمح بكثرة المشاركين وكثرة المصوتين، ووجود مرشح واحد حتما ينتمي إلى حزب أو إلى جهة معينة سوف يفقد الآخرين أيضا حماسهم بالمشاركة. ولكن من الذي يغلب؟ هل نقطة أن الانسحاب سيضر المرشح أم سيفيده؟ هذا هو الملاك اللي ننتظره اليوم بصناديق الاقتراع. أستاذ كامل، اليوم نتحدث يعني شخصيات الأكثر حظوظا اليوم، سعيد جليل، محمد باقر قاليباف، مسعود مزشكيان، هؤلاء هم الأكبر. الانسحاب اللي كان يعني مثلا انسحب علي رضا زاكاني حسب الإحصائيات أنه يحصل 2.4%، أمير حسن هاشمي 4.5%، يعني ما كانوا مؤثرين تأثير كبير بالمشهد السياسي. يعني لو انسحب مثلا سعيد جليلي، لا، اسم كان تمثيل القوى السياسية، القوى السياسية المبدئيين أيضا في إيران أيضا تيارات متعددة، وأيضا قوى يعني لديها أحزاب داعمة، مثلا افترض المؤتلفة صرحوا طلعوا بيان دعموا به سيد جليلي، مؤتلفة من الأحزاب الكبيرة في قسمة يعني المبدئين أو المحافظين. على كل هذا التعدد بنقطتين، بنقطة إيجابية تعدد المرشحين أنه سوف يساهم في رفع عدد المشاركين للانتخابات لدعم الجهة وليس الشخص، وهذا يسمح بدورة ثانية، وإذا صارت دورة ثانية سيكون هذا الجمهور مؤثر وغالب. من الناحية الواقعية به نقطة إيجابية، ومن الناحية الواقعية أيضا هو يقسم الأصوات، مما يعطي فرصة للصوت الإصلاحي الدكتور بوزشكيان أن يكون هو الفائز. أعتقد أن فائز أول في هذه الانتخابات ماكو، راح نروح للجمعة الأولى بعد فرز وإعلان النتائج، أعتقد هي التي ستحدد حينما يكون هنالك المرشح الأول والثاني يتنافسون بشكل واقعي. نعم، في هالحال يكون تعدد أصوات المحافظين، تعدد المرشحين سيكون إيجابي وليس سلبي. أنتقل للدكتور صالح الشذر. دكتور صالح، تقريبا الجميع متفق إن كان متابع للانتخابات الإيرانية، ناخب إيراني، معسكر إصلاحي، معسكر محافظ، أنه تقريبا الأمور ذاهبة إلى جولة أخرى، جولة جديدة. تصريح للإمام الخامنئي المشاركة هي مصدر فخر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحث على المشاركة الدائمة، هل يعني موضوع، هل اليوم يمثل أنه انتخابات حقيقية وديمقراطية المشاركة الواسعة؟ أنه شنو الضرر أنه الانتخابات الماضية شاركة أقل من 50% ومشت الانتخابات بصورة طبيعية؟ أهمية المشاركة؟ نعم، إيران حاليا تمر في مرحلة مفصلية، لديها أعداء حقيقة من مختلف العالم، من الدول الغربية، وعليها هجمات وليس هجمة كبيرة جدا، سواء كانت في جانب الاقتصادي أو في جانب السياسي وحتى في جانبه العقائدي، وبالتالي تحتاج حقيقة إلى
مشاركة جماهيرية حتى لا تطعن في موضوع الانتخابات وحتى لا يكون هناك لغط في موضوع الانتخابات. إيران ما تهتم لكل هذه الاتهامات. مع ذلك لا، هي تحتاج، يعني إيران هي جزء من النظام الدولي وبالتالي تتأثر بالنظام الدولي. صحيح لديها حقا قيادة حكيمة وحقا، ولكنها هي جزء من النظام الدولي وهي دولة إقليمية مؤثرة في الشرق الأوسط، وبالتالي يجب أن تكون لديها حقا على 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 أقل حال يجب أن تكون لها حقا علاقات متميزة مع الأمم المتحدة، دعنا من مجلس الأمن ودعنا من الجانب الغربي بشقيه، سواء كان يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، ولكن تحتاج لديها شركاء أيضا في علاقات قوية ومتينة جدا مع الجانب الروسي ومع الجانب الصيني، وحتى يعني حقيقة مع الجانب من الممكن أن تشكل قطب يتحدى الأحادية القطبية، وتكون هناك بالتأكيد ثنائية قطبية، وتكون إيران جزء من هذا التحالف، وبالتالي تحتاج إلى العالم وهي بحاجة ماسة أن تكون حقا إرادة دولية كبيرة جدا تثني على موضوع الانتخابات. هذا جانب مهم جدا في كل انتخابات، وبالتالي السيد المرشد الأعلى يعني يعلم جيدا عندما يقول يحث المشاركين على الانتخابات حتى يعطي حقيقة مقبولية جدا داخلية أيضا، حتى يعطي تطمئنين للمواطن الإيراني بأنه شارك حقا وأدلى بأصواته لصالح من يريده من المرشحين وبدون ضغوط. وبالتالي أعتقد أنه من يصل إلى الرئاسة هذه المرة، وهي انتخابات حقا فرضت على الجمهورية الإسلامية باعتبار هناك يعني ليس معدلها مثل ما تفضل يعني الأستاذ الضيف، بالتالي حتى موضوع حقا المرشحين نحن نعطيهم العذر، ليس لا يوجد لديهم وقت ولم يتم يعني يعرفوا انهم سيرشحون لهذا الموضوع الرئاسي باعتبار بعد سنه يلا ينتهي الدوره حقيقه الحقيقيه اللي هي انتخابات ايرانيه. لذلك اعتقد ان هذه المره اذا ما وصل اي من المرشحين سواء كان اصلاحي او محافظ من الجانبين سيكون على المحك مع حقيقه ملفات عديده كبيرة، أولها سياسية شرق أوسطية دولية، وثانيها اقتصادية بحتة داخلية تحتاج إلى رزانة وتحتاج إلى كياسة وتحتاج إلى رجل متعقل أن يتخطى حقيقة هذه الأزمات الكبيرة بهدوء وبحنكة سياسية، ويحتاج إلى دبلوماسية عالية جدا باختيار وزير خارجية متمكن. وأعتقد أنه قال مسعود بسكيشيان إذا وصلت إلى الرئاسة سأستدعي وزير الخارجية السابق، وبالتالي يعني اللي كان يعني جواب ظريف. قال سأستدعي لوزارة الخارجية وأنا أؤيد ذلك باعتباره هذا رجل متخصص في العلاقات الدولية وحاصل على شهادة عليا ويمتلك علاقات حتى خارجية، وبالتالي نحتاج في إيران شخصية كهذا اللي يمسك ملف وزارة الخارجية رغم هو استقال بزعل من الحكومة الماضية. طبعا أنتقل للأستاذ سعيد شاوردي من العاصمة الإيرانية طهران. أستاذ سعيد، اليوم نتحدث أنه أحد ضيوفي بالساعة الأولى من التغطية تحدث بشكل مباشر ومهم أنه إيران تحتاج شخص يسير على خطى الشهيد السيد إبراهيم رئيسي. من المرشحين الأربعة من الأقرب لسياسة السيد إبراهيم رئيسي رحمه الله؟ طبعا سعيد جليلي حاول كثيرا أن يقول هو الأقرب إلى الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، هذا ما نراه حتى في الشوارع، هناك لافتات كبيرة وصور هو موجود فيها إلى جنب الرئيس إبراهيم رئيسي. ولكن طبعا أنا أتصور أن الرئيس إبراهيم رئيسي قد يختلف مع المترشحين المتبقين الأربعة جميعا في بعض القضايا. هو كان مقبول بشكل كبير من قبل المجتمع الإيراني ومدعوم يعني في الدرجة الأولى من المحافظين، ولكن هو شخصية لها وزنها واحترامها لدى الإصلاحيين أيضا، وهذا ما للأسف لم نجده يعني بين المرشحين الأربعة. يعني المرشحين الأربعة مسعود بزشكيان مدعوم من الإصلاحيين ولكنه ليس مدعوما بشكل كبير من المحافظين، نعم، والعكس صحيح. يعني محمد باقر قالباه وسعيد جليلي مدعومين من المحافظين ولكن ليس مدعومين من الإصلاحيين. بالإضافة إلى ذلك يعني الرجل استطاع خلال فترة 3 أعوام أن يخلص المجتمع من بعض التوترات التي شهدناها خلال الحكومة السابقة، حكومة حسن روحاني،
وأن يصب جل اهتمامه على العمل، يواصل الليل بالنهار في العمل، حتى بعض الزيارات الخارجية عندما يعود من زيارة خارجية للدولة الفلانية في بعض الأحيان هو لن يذهب إلى بيته حتى يستراح هناك، يذهب إلى المكان الذي من المقرر أن يذهب إليه صباحا أو بالقرب منه حتى يكسب الوقت. فهذا الرجل كان هكذا يعمل، لذلك نجح نجاحا أعتقد كبيرا في مواجهة التحديات بالرغم من الصعاب التي كانت تواجهها إيران ولا زالت. فاليوم يعني نحن ما ليس مهما من هو يدعي أنه سيسير على خطة الرئيس إبراهيم رئيسي، المهم أن نرى على أرض الواقع أنك تكون ناجحا وأن لا تختلق أعذارا في المستقبل وتلقي باللوم على هذا أو على ذلك إن فشلت أو إن كانت إنجازاتك قليلة. وهذا الكلام طبعا اليوم نسمعه من فئة كبيرة من الشعب الإيراني يقولون نحن تجاوزنا إلى حد ما أن يكون الرئيس محافظا من المحافظين أو الإصلاحيين، المهم أن يقدم لنا شيئا ملموسا على أرض الواقع. طبعا أنا أتصور يعني حقيقة محمد باقر قالي لو فاز في الانتخابات هذا الرجل أعتقد أنه سيكون ناجحا في المشاريع الضخمة وفي المشاريع الاقتصادية. ومسعود بزشكيان أتصور أنه لن يصل نجاحه في مجال الإعمار والاقتصاد إلى ما يمكن أن يصل إليه محمد باقر قاليباف بسبب يعني تجربته الطويلة في المشاريع. أستاذ سعيد، هذه أمنية أو توقع؟ لا، أنا حقيقة هذا ما أقوله من خلال متابعتي للمرشحين. أتصور مسعود بزشكيان سيعمل يعني على سياسيا أكثر من أن يعمل اقتصاديا، الرجل ليست لديه خبرة في الاقتصاد والمشاريع الإعمار، هو طبعا كان طبيب ويقول أنه يعني هذا كلام قاله بشكل واضح أمام الكاميرا، قال أنه لو وضعتموني للاقتصاد لا سأكون فاشلا لا أو سأدمر الاقتصاد، ولكن أنا سأستعين بخبراء. عذرا أنه أستعين بخبراء. سعيد عذرا، هو مو أي رئيس جمهورية أنه متخصص بكل الاتجاهات، أكيد دولة مؤسسات لها مستشارين وزراء يعني أمور أخرى، يعني ما هو يعني ما هو الظاهر مثلا إذا كان طبيبة أو أصبح رئيس جمهورية. لا لا، وأيضا المنافس الآخر محمد باقر قليباف رجل أمني وعسكري، أيضا ممكن الأمني والعسكري ما يفهم بالسياسة بشكل كبير جدا. لا، هو محمد باقر قاليباف صحيح كان في البداية يعني عسكري وأمني، ولكن الخبرة التي اكتسبها عندما أصبح عمدة لطهران هذه الخبرة يعني مهمة جدا، ونفذ مشاريع ضخمة وكبيرة في العاصمة من ضمنها المترو أو المشاريع الطرق السريعة ومشاريع في السكن وفي الحدائق العامة وفي الشوارع وفي يعني أصبحت طهران عاصمة حديثة ونقلها من مرحلة إلى مرحلة متطورة. فيعني أنا أتصور أنه طبعا تعرف أن ميزانية البلدية هي ليست كالميزانية التي يحصل عليها الرئيس لكل البلاد. على كل حال يعني أنا أتصور الشخصيات الثلاثة طبعا مصطفى فور محمدي سيخرج من المنافسة ويبقى يعني حتى الساعات القادمة لنعرف من هما الاثنين الذين سيبقون، إما سعيد جليل وبزشكيان، إما محمد باقر قاليباف وبزشكيان. فكل الرجلين يعني لديهم إمكانية أن يكونوا ناجحين. نعم، في المستقبل، وأنا أعتقد هناك آمال كبيرة. ولكن طبعا محمد باقر قاليباف أنا في تصوري لو نجح وأصبح رئيسا لا سيكون هو الأكثر نجاحا وفي خلق يعني فرص كبيرة لإيران في المجال الاقتصادي والإعمار.
نعم نعم استاذ سعيد. استاذ كامل الكناني، توقعاتك لو انتهت الانتخابات الإيرانية وفاز من فاز من المرشحين أربعة وتقريبا الثلاثة اللي الأنظار ممكن الناخب الإيراني عليهم، ممكن أكون فراجة بالعلاقات الإيرانية الأمريكية مستقبلا؟ أنا ما أعتقد أن هنالك تأثير على الرئيس بالانتخابات على العلاقة الأمريكية الإيرانية، لأن العلاقة الأمريكية الإيرانية من جانب إيران، إيران أدت كل التزاماتها، إيران استجابت لكل شروط المجتمع الدولي ولكل شروط مجلس الأمن ولكل شروط الولايات المتحدة الأمريكية الظالمة، ولكنها لم تحصل على شيء. وهذا ما له علاقة بموقف ترامب ولا موقف بايدن ولا موقف أوباما. العقوبات التي فرضت في زمن أوباما أكثر من العقوبات التي فرضت في زمن بوش الابن. الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لم تستجب لكل التعهدات اللي وقعتها مع إيران. شوف له يعني نقدم للمشاهد الكريم لمحة تاريخية، أول اتفاق نووي كان بين الترويكا الأوروبية وحكومة السيد رئيس خاتمي، اتفقت إيران على أنها توقف التخصيب حتى في المفاعل العلمي لجامعة طهران، وأخرجت اليورانيوم المخصب عندها كله وسلمتها إلى روسيا، كان ضمن شروط الاتفاق على أن تعطي الدول الأوروبية للمجمع العلمي النووي في جامعة طهران القدرة على أنتاج المظائر المشعة اللي تستعمل للعلاج وللزراعة وللطب ولغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على الدول الأوروبية، نفذت إيران كل التزاماتها ولم تقم هذه الدول بالإيفاء بالتزاماتها. بعد 4 سنوات قبل أن تنتهي حكومة السيد خاتمي أعتقد بشهرين أو 3 أشهر طلبت الجمهورية الإسلامية أن من الرئيس خاتمي أن يعطي موقف واضح وصريح، فتم رفض الاتفاق مع الترويكا الأوروبية. الاتفاق النووي اللي تم الاتفاق فيه مع مجلس الأمن زائد ألمانيا وأمريكا وقعت عليه، إجا ترامب في عام 2015 وانسحب من الاتفاق والاتفاق الذي وقع في 2015، وازدادت العقوبات على إيران لأن ترامب انسحب، لأن أمريكا انسحب، لأن أمريكا انسحبت هي انسحبت وزيدت العقوبات. إذن تصور أن إذا أجى رئيس إصلاحي أو إذا أجى رئيس انفتاحي أو إذا أجى رئيس يحب العلاقة مع أمريكا، أمريكا راح ترفع الحصر. إيران مشروع جيوستراتيجي معادي للهيمنة الغربية في المنطقة. إيران تدعم المستضعفين وتدعم الشعوب المظلومة وتطالب بإنهاء عملية نهب الثروات وتطالب بإنهاء عملية التواجد العسكري في دول المنطقة وتطالب بإقامة أمن إقليمي يقوم على أسس دول المنطقة. فإيران هي النقيض الجيوستراتيجي للسياسة الأمريكية والغربية في المنطقة. الاتفاق النووي والعقوبات هاي ذرائع تستعملها الدول الغربية للضغط على إيران للتخلص من مشروعها الحضاري. مشروعها الحضاري ما له علاقة بس بامتلاك التقنية النووية، لا، يقولون يوم يدخلون الصواريخ، نعم، يوم يدخلون مساعدة إيران للحركات الإسلامية والوطنية في المنطقة، يوم يجيبون ملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة وتعالوا ليش أنتوا تفرضون الحجاب وليش أنتوا. ذاك اليوم رحمة الله عليه الأخ عبد الله يان في حوار مع CNN سينو قالوا أنتوا تمنعون الحجاب وتمنعون الحرية وتفرضون الحجاب والحجاب يشكل قاعدة يعني تخلف وظلم للمرأة. قال لهم خوب أنتوا ليش تتعاملون ويا مريم رجوي؟ ما مريم رجوي محجبة. لو هاي المحجبة تختلف عن هاي المعجبة. في الموضوع في العلاقة مع أمريكا علاقة ذرائعية كامل للأسف، يعني أمريكا تستعدم الذرائع للضغط على إيران لأن هنالك تقاطع جيوستراتيجي. لذا تصور أن الرئيس سوف يحل المشكلة هذا تصور. خلينا نستمتع بفقرة توقعات. أنت من تتوقع الاثنين اللي راح يصعدون للجولة الثانية والفائز؟ أنا أعتقد واحد من المحافظين اللي هو جليلي، جليلي يعني. أو شوف جليلي ما عنده عمل تنفيذي، جليلي شخصية راقية جدا، مفكر، نعم، من الطراز الأول، نرجع بيها وراء شخصية إسلامية وطنية بالضبط. كبيرة جدا، نعم، ولكن ما عنده تجربة تنفيذية. يعني إذا من خلال كلامك مسعود بازشكيان اللي يصعد كمنافس بالجولة الثانية، أي أحد قاليباف، قاليباف الآن بالتصويت يبدو أقرب يعني للجمهور، بالرغم من أنا شخصياً قاليباف ومسعود بازشكيان، قاليباف وبازشكيان من ينتصر بالنهاية أو من لا، سيكون للمحافظين، للمحافظين. أنا عذراً دقائق ولكن أتوقع أيضاً من أنت من الاثنين اللي صعدهم للجولة الثانية، مسعود بازشكيان ومحمد باقر، ومسعود هو من يصل للسلطة الإصلاحي، نعم، ممكن، نعم، من وجهة نظري مو آخر شيء هو المحافظة حيبقى هو شخص واحد تتجمع، نعم، الأصوات له، نعم، نعم. أنتقل للأستاذ سعيد شاورد. أستاذ سعيد،
أيضا توقعك من الشخصيتين التي أو المرشحين اللي حيكونون بالجولة الثانية ومن سيفوز بهذا الانتخابات؟ طبعا أحدهم هو مسعود بازشكيان والآخر يعني يمكن أن يكون محمد باقر غالي باف يعني يمكن أن يكون، ولكن طبعا أنا أؤكد مرة أخرى أن المحافظين سيواجهون صعوبات كبيرة إذا ما انتقلت الانتخابات إلى مرحلة وجولة ثانية، وهم في الواقع يعني بهذا التشتت أو عدم الاتفاق على مرشح واحد أعتقد أنهم سيكونون من المحتمل، لا أقول 100%، ويمكن أن يحدث ما تفضل به الأستاذ كامل ويفوز محمد باقر قالباف، ولكن هناك احتمال أيضا من المحتمل أنهم سيقدمون الفوز والانتصار الذي كان في متناول يدهم على طبق من ذهب. أستاذ سعيد، أستاذ سعيد، هذا تحليل منطقي من حضرتك، أنا أريد توقع وإحساسك. والله يعني أتصور الإصلاحيين عادة في الجولة الثانية يشاركون بنسبة أكبر من الجولة الأولى، فينبغي علينا أن نعرف إن كانت النسبة يعني حاليا لمسعود بازشكيان مثلا 30% فقط، فهو أيضا سيواجه مشكلة، لا أتصور أنه سيستطيع أن يصل إلى 50%. يعني تتوقع هذه المرة للإصلاحيين؟ يعني يمكن، ولكن أيضا المحافظين إذا اليوم يعني كان نسبتهم يعني كبيرة يمكن أن يتفقوا وأن تكون الأصوات كلها لشخص واحد يعني وأن يفوزوا، ولكن أيضا لا زال يعني توقع صعب جدا أن نقول من هو الذي سيفوز حقيقة. نعم، كل التحية والشكر لك الأستاذ سعيد الشاوردي، وأيضا كل التحية والشكر الأستاذ كامل الكناني الكاتب والإعلام والمحلل السياسي دكتور صالح الشدر، شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسي على هذا المعلومات. الحقيقة التوقعات متباينة، إحساسي متوقع إحساس فقط أنه سعيد جليلي سيكون رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المشاهدين، نلتقيكم بتغطيات أخرى مثل ما عودتكم قناة الأيام الفضائية، إن كانت أحداث محلية إقليمية دولية دائما مع الأحداث المهمة بهذه التغطيات الحصرية عبر شاشة قناة الأيام الفضائية، انتظرونا بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.